لمجلة أسبوعية في 11 فبراير سنة 92 أدوار البنت المشاغبة أخذت مني طموحي الفني وحولتني إلى دوبليرة تؤدي حركات صعبة، لكنها في نفس الوقت أعطتني الإشباع الجماهيري الذي أحاول المحافظة عليه. أنت هتتخلص سماح أنور إطلاقا من أدوار البنت المشاغبة؟ وده حصل، هو بدأ يحصل. هو في الأول كان بيحصل بشكل متباعد قوي، بس في الفترة الأخيرة يمكن ابتدى يحصل ويحصل بداخلي كمان، إن أنا بقيتش حابة قوي إن الناس تشوفني وأنا بنط من دور عالي، لكن حابة إن الناس تهنيني أو تعبر عن إعجابها بشوط أنا عملته كويس كممثلة. يعني المسألة بالنسبة لي يمكن كانت محتاجة إن أنا كمان سنيا أكبر سنة وأجرب كتير في شغلي علشان أوصل لده. إيه الدور اللي بتحاول سماح أنور دلوقتي تعمله؟ اي دور مختلف بس مش عني، لانه الادوار اللي انا قمت بيها كلها قبل كده مختلفة جدا عني، حتى الادوار اللي الناس شافت ان هي دي سماح. لكن دلوقتي انا بدور على الدور المختلف جماهيريا، او اللي الناس تقول يا ده دور جديد قوي على سماح، بس يكون قريب مننا. ومش هتقبلي بعد كده ادوار الفتاة المشاغبة مرة اخرى؟ ان شاء الله. حتى لو دور جيد؟ ما اعتقدش يعني ان انا هقدم جديد فيه حتى لو كويس. انور قالت لمجلة اسبوعية 24 مارس سنة 92 في اخبار كتير عن حضرتك في 92 كتير وحديث كتير قالت حدث الاحباط الفني لنا كجيل لاننا لا نستطيع تحقيق احلامنا من خلال اي عمل، لان المنتجين اصبحوا بقالين وتجار سيارات. ليه بقى الفنانين ما بيحاولوش يعملوا الفن اللي يواجه هذا الفن الضعيف؟ هي المشكلة مش في المنتجين، أنا يمكن في الوقت ده كنت فاكرة كده، بس المشكلة أكبر، المشكلة في الموزعين، لأن الموزع هو ده الماستر أوف ذا جيم زي ما بيقولوا، ماستر أوف ذا جيم هو الموزع أو الراس الكبيرة أو كده يعني، هو ده اللي بيقول مين يعمل إيه وفين وهاتوا مين وما جيبوش مين وآه ده لأ وآه ده آه وحاجات كده. فدي ممكن تكون لان السينما صناعه زي ما كلنا عارفين، فيمكن ده يكون بسبب ان متداخل فيها رؤوس اموال كتيره قوي وعرض وطلب واسعار وحاجات كده. لكن لما يجي الفنان ينتج ما بيخشش قوي في الموضوع بالطريقه دي، وبالتالي برضو توزيعيا مش هيلاقي هو المكسب يعني الكويس. احنا مش في امريكا، احنا عندنا دور عرض محدود، فلما تبقى الداخل يعني او السينمات اللي بتعرض فيها الفيلم محدودة جدا، مهما كسب الفيلم او مهما قعد مش هيغطي تكاليفه، لان الافلام دلوقتي غير الافلام زمان. الافلام دلوقتي بتكلف كتير قوي والاجور زادت قوي، كل حاجة تكلفتها عاليه جدا. ايه رأي حضرتك في حكاية ارتفاع اجور النجوم؟ والله دي حاجة برضو اسمها عرض وطلب، يعني مفيش نجمة او نجمة هيرفع اجره وهو ما يستهلوش، لانه بدليل انه بياخده فده اكيد بيجيبه. هي المشكلة اللي بيرفع اجره وهو ما بيجيبوش، لكن في ناس لما بترفع اجرها برضو بتبقى رخيصة. تفتكري انشاء شركة زي اتحاد الفنانين يعد حل لمشكلة السينما اللي بنعاني منها دلوقتي؟ والله ارجو هذا، لانه لغاية دلوقتي ما انا ما لمستش تطور، بالعكس. طب انتاجك لحالة التلبس ما خلكيش تؤمني بأن الفنان لما بينتج لنفسه وبيرى الأعمال الجيدة اللي بينتجها لأنه فاهم المسألة، ما خلكيش تحس أنك لازم تجربي من تاني فكرة الانتاج؟ والله أنا يعني فعلا بفكر في كده، بس المرة دي يمكن يعني بحضر لحاجة معرفش هي جماهيرية ولا لأ. يعني حالة التلبس احنا عملناها واحنا عارفين انه جماهيري وعارفين انه المفروض ان الفيلم زي ده هينجح، لكن التجربة اللي انا هخشها المرة اللي جاية اعتقد انها مش هتنجح من دلوقتي يعني، لكن اعتقد برضو انها هكون فخورة بيها قوي فنيا يعني. بس يعني احساسك بانها مش هتنجح ما يخليكيش تتراجعي؟ لا. قلت كمان لمجلة اسبوعية يوم 12 يناير سنة 92 لا أستطيع أن أزعم أنني استطعت أن أعبر عن جيلي إلا بعد مشوار يستمر لعشرين عاما. أنت شايفة أن جيلك بيختلف عن أجيال السابقة في إيه؟ والله أنا مش شايفة اختلاف أكتر من أنه وسائل المهنة تطورت وتعددت، زي القنوات الفضائية، زي التلفزيون، زي يعني زمان ما كانش فيه غير مسرح وسينما وراديو،
دلوقتي بقى في مسرح وسينما وتلفزيون وقنوات فضائية كتير جدا جدا بتتبارك كلها علشان تعمل يعني عروض فنية جيدة بمختلف أنواعها. فدي فتحت سكة كبيرة قوي للجيل كله انه ينتشر وانه يشتغل. بس برضو مع كم الشغل الفظيع ده برضو تلاقي ان زي ما بيقولوا الكيف اقل سنة. يعني في ناس منتشرة جدا وبتشتغل كتير قوي بس ما تقدرش تفتكرهم وما تقدرش تطلع لهم عمل معين. وفي ناس ما بتشتغلش خالص وانت من سنين يعني كبيرة شفت لهم عمل بس هو ده اللي يعني لما بتشوفهم بتفتكره او لما بتيجي سيرتهم بتفتكره. فيمكن الجيل بتاعنا مش محظوظ قوي لانه الانتشار الشغلي الرهيب ده يمكن ماديا عمل سيكيورتي او امن لكن فنيا عمل نوع من ال يعني بقت عامله زي الريش كده يعني حاجه مفيش تركيز على حد. يعني رغم ان الجيل يعني بقى كله شبه بعض رغم ان الجيل ده شاف معاهد السينما والمسرح وبقت الوسائل اللي حضرتك قلت عليها القنوات الفضائيه والتلفزيون والمسرح والافلام الفيديو ومسرحيات الفيديو. ما هو ده كل ده مبقاش محظوظ. ده عيب اي ماس برودكشن، ده عيب اي حاجه بتبقى بالزوف او كتير. لما بيزيد عدد اي حاجه او لما بيزيد عدد عمال مثلا عن كاباسيتي مصنع بيشتغلوا فيه في ناس كتير قوي قوي هتعمل نفس الشغل ومش هيبان مين كويس ومين وحش. فاللي بيحصل في التمثيل مش هتكلم بقى في اي ميديا تانية تقريبا كده في السنوات الاخيرة يعني مثلا 10-15 سنة الاخرانية ده حصل فعلا انه في ماس برودكشن فيه كتير قوي قوي لكن عشان تفتكر حد معين صعب قوي او عشان يعني زي الغنى ده حصل في الغنى بس مش